طب احنا عندي عايزين بقى نرجع بحضرتك لما هو ابعد من 25 سنه واحنا دلوقتي قاعدين في حضره ابو الاشبال كما حضرتك يعني ملقب بهذا اللقب المعروف. عايزين نعرف بقى ابو الاشبال هو شخصيا ايه ذكرياته لما كان ضمن اشبال النادي الاهلي؟ لا كان بيدربنا طبعا الكابتن الله يرحمه كامل مسعود، كان بيدربنا كابتن مصطفى حسين، وبعدين كنا احنا يعني فرقه الاشبال في النادي الكلام ده في 57 58. ولما اشتغلت انا بقى مع كابتن مصطفى وفي بطولات الناشئين، وطبعا في الخمسينات دي ما كانش لسه الاهتمام بكره القدم زي الاهتمام دلوقتي. كان كل اللي ماسك الفرقه اتنين، يعني الكابتن كامل مسعود الله يرحمه والكابتن مصطفى حسين، هما الاثنين بيشكلوا الجهاز الفني كامل كله بتاع القطاع كله. وبعدين حتى لما اصبت والكابتن عبد الصالح كان استاذي في كليه التربيه الرياضيه، وكان قال لي لا انت كده مش هتكمل وما تتصدمش، انت هتسبق جيلك ابدا تدريب. وقال للكابتن مصطفى نخلي ايه ناخد فتحي بقى معانا عشان يساعدك وكده، انت لوحدك تحت. فكنت انا كان الكابتن كامل كبر وبقاش قادر، فبقيت انا وهو الكابتن مصطفى ماسكين كل الفرق من مدرسه الكوره الصغيرين، ما كانش في مدرسه الكوره، كانوا الصغيرين دول الى ان وصلوا للسن الدرجه الاولى وكده. وتدرجت بقى طبعا من الناشئين للشباب للفرقه دي طبعا. الفرقه مثلا بتاعه الخطيب اللي هي الفرقه اللي بعتز بيها دي، فرقه كانت 18 سنه وكانت الكوره متوقفه اياميها، وقعدنا سنتين ما نخسرش مباراه ما شاء الله. في السنتين دخل فينا جول وتعادلنا ماتش، دخل فينا جول والجول اللي دخل فينا ما تخسرناش، ما احنا ما خسرناش يعني، مثلا النتيجه بقت 3-1 بس وتعادلنا مره واحده. الفريق الذي لم يهزم صحيح. ومكتوبه كان الاعلام كده، كان اياميها بقى اللي هي بعد الحرب تسعه اللي هي ايه في 70 71 لما جه محمود الخطيب، وجت المباراه الشهيره بتاعت اهلي وزمالك اللي كل الناس بيقول دلوقتي اعلى نسبه كانت 6-8 احنا كنا 7 يعني كسبنا 7-1. وكان اياميها في الفتره دي الله يرحمه الكابتن صالح، والكابتن جوهري كان لسه جاي من الجيش بعد الحرب، قال له تعالى هفرجك على فرقه بتلعب كوره. فجم هما الاثنين وقعدوا وانا قعدنا في الملعب وفي استاد التتش المدرج مليان، لان النادي الاهلي كسبان البطوله من غير ملعب الماتش ده، يعني احنا كسبانين من غير ملعب. وبعدين الزمالك جاب اول جول، فطبعا شويه جمهور الزمالك قليل بس كان حب كله مختلط مع بعض مش زي دلوقتي، يعني جمهور الزمالك مع جمهور الاهلي وقاعدين ومترانين بس قليلين وقاعدين في النص، مفيش حواجز ولا فاصل ولا كده، لكن ايه يمنعهم الاحترام طبعا. بينهم كده ما كانش فيه دي الروح الطبيعيه، هي دي كانت الروح اياميها. وبعدين رحنا بادئين بعدها بعد الماتش، يعني في الماتش ده انتهى 7-1 وانا قاعد يعني بقيت هتجنن ان الكوره زي دي او ماتش زي ده يعني هيضيع مني وانا هيضيع البطوله. خطيب يوميها جاب 4 جوال ما شاء الله، وخد يعني من ضمن الحاجات. وطبعا اياميها كان زي ما قلت لحضرتك مفيش كوره انا هودي غير هي دي اعلى نسبه، فكسبنا 7-1 وخدنا البطوله، وطلع من الجيل ده مجموعه كبيره قوي يعني راحت للدرجه الاولى وراحت للناشئين اللي هم كانوا معاهم قبل كده. كان في زيزو، صفا طب حليم، مصطفى عبده، الجيل الاكبر بقى منه، كل دي كانت مجموعه لما قالوا ايه مدرسه الكوره او فريق التلامذه لما جه الشربيني خد المجموعه دي كلها ولمها. فكنت انا بدربهم في النادي الاهلي وفي نفس الوقت انا مدرب في منتخب مصر. واللي خدنا كانت سابقه جديده من نوعها في الوقت ده، لا حصلت حتى ما اتكررتش بعد كده، ما هي ما اتكررتش لان ما كانش في زمان فلوس. واللي خدني ادرب في منتخب مصر الله يرحمه الكابتن محمد حسن حلمي رئيس نادي الزمالك، كان يعني سمع عني واتفرج وشاف وكده من اللعيبه اللي بيتكلموا عليه، وكان هو في نفس الوقت نائب رئيس اتحاد الكره، كان الرئيس نائب محمد احمد. فهو جه قال لك تعالى معايا عشان تساعد الكابتن جدي الفريق اول على طول. فقعدت هناك واشتغلت معاه، اشتغلت 16 سنه في اتحاد الكوره
و16 سنه في النادي الاهلي. الوقت الكره ما تتوقف عشان هنعمل معسكر منتخب زي دلوقتي كده، ابقى انا مع المنتخب. طب خلاص الكره وقفت ارجع اشتغل مع النادي الاهلي.